المستشار على اهتمامه ببرنامج عطلة للجميع الذي يعد طبعا من البرامج والأنشطة الطموحة والعملاقة التي تنظمها الوزارة طبعا بمشاركة ومعية الجامعة الوطنية للتخييم وأيضا مجموعة من القطاعات الأخرى. بعجالة جاوبا على السؤال ديالكم، أولا غير بغيت نأكد بأن البرنامج هو كيستهدف في العمق المناطق القروية والمناطق المهمشة وأيضا المناطق النائية، وهذا هو اللي دفع الوزارة هذه السنة أن أحيات ما يعرف بمخيمات القرب القارة اللي عرفت واحد إقبال كبير من طرف الجمعيات المؤطرة لأطفال المناطق القروية والأحياء الهامشية. فيما يتعلق بالإجراءات اللي تتم الاتخاذ ديالها لإنجاح البرنامج ديال التخييم، أنا ما بغيتش ندخل في الاختلالات ربما ديال التسيير اللي ربما غادي نقدر نقول بأنها يعني حالات متفرقة كما تفضلتوا وقلتوا أن كاين واحد الموظفين، هذه يمكن كتكون حالات اللي خصها تعالج، ما كنقولش لا، ولكن ما ربما نعطيوهاش الحجم اللي ما تستاهلش، يعني اللي كيهمني هي العملية يعني في الشمولية ديالها، أما إذا كانت حالات نقدروا نعالجوها غير 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 أنا وياك إذا كانت حالات يعني اللي محدودة واللي معزولة. طبعا التأهيل هو تأهيل إصلاح المخيمات تبع الوزارة واللي بلغ العدد ديالها 50 مخيم. ودعمها طبعا بالتجهيزات الضروريه باش تضمن واحد الجوده اللي كان على مستوى الخدمات ديالها. اعاده هيكله 4 ديال المخيمات الكبرى للارتقاء بها الى مستوى المخيم الدولي للمزدحة، وهذه راه تحدث عليهم في مناسبات عده، هضرنا على الحوزيه طماريس راس الماء والسعيديه اللي هما يا واحد الفضاءات ديال التخييم اللي بواحد الطاقه استيعابيه اللي كتجاوز ال1000، وبالتالي كتعطينا دوك لي بول ديكسيلونس، واللي التوجه هو اننا نخلقوا هاد المراكز على مستوى الجهات. طبعا هادشي كله كنتحدثوا عليه، ما يمكنش ما نهضروش على المضمون، لان المضمون ايضا هو شيء مهم ومهم بزاف، لان الفضاء شيء جميل ولكن المضمون ربما شيء اجمل. غادي نختم بعدد المستفيدين لهذه السنه اللي غادي يوصل 300,000 مستفيد باش كرقم ربما غير مسبوق، ولكن دائما الى رديتي البسيط المستشار ماشي غير الارقام لغه الارقام وانما الجوده. 300,000 ولكن فبعثوا فيه واحد الجوده الممكنه، وشكرا.